تخافين يا ربا، كل مشكلة ولا حل. أهلين يا ربا، كيفك؟ الحمد لله بخير، وانت كيفك؟ اشتقت لك مرة. اشتقتيلي؟ تونا عم شايفين بعض. طبيعي، الصديقة اللي مثلك حقيقية، أكيد الواحد بيشتاق لها كل دقيقة. ديالا، تشوفين اللي أشوفه؟ هالشنطة مبمرة عليك من قبل. أدري، شنطة نعم اللي فات. تلبسين الشنطة نفسها سنتين ورا بعض؟ 10 سنين. بعدين هذا كيفي دامها مريحتني ومريحة كتفي بعد. لأنك مفلسة وأبوك مفلس وقاعد تسلكين لنفسك. هذول كل البنات يحبوني وانت ما في إلا هالثنتين اللي ما لهم فايدة. صديقة واحدة تحبني أحسن من 1000 صديقة يصدقوني عشان مصلحة. وريوف ودانيا عندي الدنيا كلها. سلكي سلكي. مستوى أبوي المادي ما يحدد إذا الناس يكرهوني أو يحبوني. الحمد لله مستوانا أحسن من ناس كثير. ديالا، لو أعطيك تابلت أحسن من القديم اللي جابت لك ميسا تخلينها وتصدقيني صح؟ عن جد؟ عن جد بتعطيني؟ ما كنت أوافق. ميسم، كنت أبي أقول لك شكراً على كل اللي سويتي معاي. أبغى أشكرك شكراً على أنك تنمرتي علي وطقطقتي علي قدام البنات، لأن كل ذا خلاني أصير أقوى وأفضل بعد. خليتيني أعرف إن قيمتي الحقيقية تصرفاتي وأخلاقي، وخليتيني مصرة أكون أحسن. بدونك ما كنت أفهم أشياء كثير. إي والله إنك صادقة يا ربا. أسفة يا ربا لأني ما دافعت عنك يوم ضايقتك البنت بالفصل. لا تعتذرين، أصلاً كان لك حق، العنف ما كان أصلاً الحل. أخيراً اقتنعت بكلامي يا ربا. أصلاً أنا تأخرت، لين استوعبت كلامك؟ ما أدري وش فيك اليوم لكن عجبتيني. ما تدرين، ربي يهدي بين يوم وليلة. بنات سويت حسابكم معي. شكراً يا ريوف. شكراً يا أبا صديقة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.